تخيل معايا مشهد رأسي مهيب، موكب فيه سيدنا النبي وأصحابه على مشارف مكة، وجي وقت الأذان فالنبي أمر سيدنا بلال بيدن سيدنا بلال، وفي بعيد مجموعة من الشباب الصغيرين المراهقين بيحاولوا يستفزوا النبي وأصحابه ويتريقوا على الأذان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ندلهم، وواحد منهم قال له تعالى، اسمه سيدنا أبو محظورة. سيدنا أبو محظورة بيقول أنا رحت للنبي وأنا عارف إن أنا مقتول خلاص، بيستفز النبي وأصحابه وبيتريق على أذان ربنا سبحانه وتعالى، فيقول رحت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ناصيتي يعني على راسي ومسح على صدري، يقول والله من بعدها صار سيدنا النبي احب الرجال الي. قال له يا ابو محظوره سمعني صوتك، صوتك حلو. النبي بيميز المواهب وبيدعم المواهب الشابه والصغيره حتى وان كان مراهق مستفز على غير دين الاسلام. قال له يلا يا ابو محظوره سمعني الاذان، فسمعوا بعض المقاطع اللي حافظها. فسيدنا النبي قال لهم خدوا ابو محظوره، علموه الاذان وعلموه الصلاه، وعينوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو عنده 16 سنه انه يكون مؤذن مكه، مؤذن الحرم المكي، وفضل سيدنا ابو محظوره مؤذن مكة إلى أن مات، وتوارثت بعد كده الأجيال من ذريته الأذان في مكة ببركة حكمة ورحمة سيدنا النبي.